أنا السيد أكاديمي نزار بركة، السيد أكاديمي. أما السي حميد شباط رد حزب الاستقلال، ردوا اللور، تراجعت النتائج ديالو. أما دابا كاع الاستقلاليين دابا حاليا داروا الثقة في نزار بركة، ونتمنوا منه خير، أنه يرد أقدم حزب في المغرب هو حزب الاستقلال، أم الأحزاب، أنه يرد ليه الهيبة ديالو، ويرد ليه السمعة ديالو. ولكن واش كيبان لك فعلا كاينه السياسه بعدا في المغرب ولا الناس؟ علاش ما كاينه السياسه؟ كاينه السياسه، والمغرب غادي بالسياسه. احنا السياسه غاديين بها، احنا دخلنا لافريك، رجعنا لافريك، كاينه السياسه وسيدنا غادي بهذه البلاد مزيان. علاش ما كاينه السياسه؟ كاينه السياسه على الاحزاب السياسيه في المغرب. الاحزاب السياسيه كاين اللي تدير الدور ديالو وكاين اللي ما تيديرش الدور ديالو، وسيدنا راه في الخطابات ديالو، الخطاب ديال العرش والهادي راه قال لك خاص ربط المحاسبه، ان السياسي خاص يكون بحال المعلم، بحال الطبيب، بحال الدكتور، بحال المحامي، بحال اي حاجه، خاص يدور بالعمل ديالو، مهما تتصوت عليه خاص يدير بالعمل ديالو. وكمواطن مغربي كتثق في هاد الاحزاب السياسيه؟ علاش ما تيقش فيهم؟ الملك شخصيا ما كيتيقش فيهم. الملك تيق فيهم، علاش ما تيقش فيهم؟ كل ما تيقش فيهم ما تكونش انتخابات في البلاد. تقول لي ما نتيقوش فيهم، كل ما غاديش نتيقوا بهم نريحوا الارض والدوله تطلع اللي بغات. دابا هاد الحكومه غير قانونيه اللي كاينه في البلاد، كاينه حكومه قانونيه. ها هو دابا سنه تقريبا وزياده باش ننتخبوا المغاربه، ما كيبانش، ما شفناش. علاش ما كاينش؟ كاين رئيس حكومه، البلاد عندها رئيس حكومه هو سعدي العثماني، الحزب اللي جاب الاغلبيه. رئيس حكومه من ورق؟ لا، ماشي بالورق، رئيس حكومه مؤكد ومعين من طرف سيدنا، انه هو الحزب اللي جاب الاغلبيه، ولكن التعيين ديالو من طرف الحزب اللي جاب الاغلبيه، ولكن سيدنا عينه. ما جاش ديمقراطي، ما جاش ديمقراطي. استقلاليه في القرار؟ لا، عنده استقلاليه. اسمح لي رئيس الحكومه عنده الاستقلاليه ديالو. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.